ايه رأي حضرتك في حادثة المنيا اللي حصلت؟ صعبة بكل المقاييس، احنا كلنا اخوات مسلمين ومسيحيين واحنا في وطن واحد، واللي بيحصل ده بصراحة اسلوب فوق الوصف والخيال. يعني احنا عمرنا ما شفنا الحاجات دي في حياتنا، وما زلنا وبنشوفها في الوقت الحالي بطريقة وسخة، بطريقة مش كويسة، بطريقة مش نظيفة. تفتكر حضرتك ايه سبب الحادث ده؟ عايزين يفككوا الوطن بكل مقاييسه. ده اسلوب اللي هو الاسلوب الدواعشي والاسلوب القذر اللي هم بيناشين فيه. طب تقول ايه حضرتك لاخواتنا المسيحيين بعد هذا الحادث؟ قال لهم ان هم يتماسكوا، ويبقى احنا كلنا ايد واحده عشان الوطن ده تعيش ويبقى صح ويقف على حاله. انا عايز اسال حضرتك ايه رايك في حادثه المنيا اللي حصلت؟ لا المفروض ده غلط، اللي حصل ده غلط طبعا، المفروض ما يحصلش، المفروض ما كانش يحصل الكلام. تقول ايه حضرتك لاخواتنا المسيحيين؟ هقول لهم طبعا احنا بنعزيكم والله يرحمهم، يعتبروا كده شهداء عند الله ان شاء الله. والمفروض الكلام ده يعني المفروض كان يبقى يعني من الاول خالص نعمل حسابنا للمواضيع دي، لان قبل كده حصل قبل كده في شهر 12 وفي شهر 1، تمام؟ فالمفروض كنا نخلي بالنا ونحترس، ما نسيبهاش كده يعني. حاسس ان هي حادثه عابره، مش اول مره تحصل. اخواننا المسيحيين كلهم بصراحه يعني كذا مره يتحملوا المواقف ديت ويتحملوا، وعندهم محبه لاخواتهم المسلمين، ودايما بصراحه بنسبه بيشعر منهم بكل يعني برضه بيتغلبوا فوق المصاعب، فوق بيقولوا في محبه وفي اخوه بين اخواننا المسلمين، ومش هيكسر الاخوه دي خالص مهما حصل. حضرتك لك اصدقاء مسيحيين؟ ليا اصدقاء مسيحيين. قلت لهم ايه بعد الحادثه؟ قلت لهم ربنا يساعدكم. ايه رايك في حادثه المنيا؟ حاجه زي الزفت. ليه حضرتك شايفها حاجه زي الزفت؟ يعني لو في امن الناس دي ما كانتش دخلت، ما كانتش تبعوا المسيحيين دولت وقتلوا. لو في امن مظبوط في المحافظه. تمام. طيب تقول ايه لاخواتنا المسيحيين بعد الحادثه دي؟ ربنا صبر. تمام. ربنا يجعلها اخر الاحزان. دي يا رب يعني تكون اخر الاحزان. الارهاب عايزين وينطير من مصر خالص. تمام. والحكومه تشد حيلها. تمام. ما فيش مسيحي ومسلم، هنا كلنا شعب واحد. تمام. كلنا مع بعض، ايد واحده. اذا كان الشعب المصري شعب واحد هتقوم وهنبقى احسن ناس. تمام. ونحارب الارهاب. الارهاب ده اصلي وباء. تقول ايه حضرتك لاخواتنا المسيحيين بعد هذا الحادث؟ اعزيهم واقول لهم معلش، كلنا نستحمل عشان مصر تعدي. تمام. مصر في ازمه ولازم تعدي. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. اتمنى ربنا ينتهي من اللي عمل كده وتعرف ان مصر امنه، ومصر يعني طول عمرها يعني في اكيد يعني حاجه يعني بعيد عن الاسلام وبعيد عن المسيحيين، لان كلنا اخوات وكلنا يعني اسره واحده، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هم وتقول ايه حضرتك لاخواتنا المسيحيين؟ نقول لهم يعني بقاء لله وربنا يصبركم، وان شاء الله باذن الله تكون اخر حاجه باذن الله ان شاء الله. انا اعرف حاجه مش عارفه حاجه، ما انا بقول لك ما اعرفش حاجه، انا قاعده بدفع مناديل وبعترمس بس ما اعرفش حاجه. تمام. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. والله يا ابني ما اعرف حاجه. يا ذنب ايه الناس اللي كانت رايحه تزور لما يطلعوا عليها في الطبيعة ولا جنب الله؟ وذنب ايه الاطفال الصغيره دي من 4 سنين و 12 سنه لما تموت وتشوف دماء والديهم على الارض؟ دي ذنبهم ايه؟ ايه اللي عملوه في الدنيا وحش؟ ايه اللي عملوه وحش خاطر ياخدوا كذا كده؟ عملوا ايه؟ تقول ايه الاسر الضحايا؟ اقول ربنا يعزيكم ويصبركم، ده كل شيء بتاع ربنا. كل شيء بتاع ربنا. واولا واخيرا كل الدنيا ده تنتهي. بس ان الانسان يعيش في امان، يعيش في امان، ما يبقاش عايش في قلق وضرب كل يوم ضرب ضرب ضرب، كده غلط، كده غلط. الانسان ربنا خلقه ما يضربش، يعيش ويبنى الارض، لان كلنا بشر، كلنا بشر. الانسان ما يحددش عمر الانسان، ربنا بيحدد العمر.